بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله درس المنادى للصف الثالث الإعدادي وكل المراحل التي تدرس درس النداء أو المنادى. موضوع المنادى قبل أن ندخل فيه لابد أن نمهد أولا. هناك شيء أسميه مفتاح الإعراب. مفتاح الإعراب هذا يجعل الطالب يستطيع الإعراب بسهولة. الطالب في الصف الثالث الثانوي والثاني الثانوي تجده يستطيع إعراب الكلمة ولكن لا يستطيع استدعاء علامة الإيه؟ علامة الإعراب. فلا بد أن أعطيك شيء اسمه مفتاح الإعراب حتى تتمكن من الإعراب بثقة، تكون عندك ثقة وأنت تعرب. أولا، حينما نتحدث عن الكلمات في اللغة العربية نجدها إما مفرد أو مثنى أو جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو اسم من الأسماء الإيه؟ الخمسة. طيب نبدأ كده نشوف. أولا المفرد وجمع التكسير، يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بالكسرة، العلامات الأصلية. طيب انتقل معي إلى المثنى. حينما تتحدث عن إعراب المثنى يرفع بالألف، ينصب ويجر بالياء. حينما تتحدث عن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. طب إذا انتقلنا إلى جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هذا يرفع بالضمة، ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، إذن ويجر بالكسرة. طيب الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة اللي هي أب أخ حم فو ذو، أبوك أخوك حموك فوك ذو، الخمس أسماء هذه أو الأسماء الخمسة ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. أقول في حالة الرفع أبوك، في حالة النصب أباك، في حالة الجر أبيك. هذه الأسماء أو هذه الإعرابات أو العلامات التي أسميها مفتاح الإعراب تلزمنا هنا ونحن نسير في إعراب المنادى. فلنبدأ على بركة الله بالمنادى. أولا المنادى، قبل أن أبدأ أريد أن أذكر شيئا هاما جدا. دائما نتحدث عن المنادى ونقول مثلا يا محمد، حينما أنادي على محمد وأقول يا محمد أقول منادى مبني على الضم في محل نصب، لأن المنادى العلم بيبنى على ما يرفع به، يبقى أقول يا محمد، محمد منادى مبني على الضم في محل نصب. طب إيه لازمتها في محل نصب دي؟ طب ما الذي جعلنا نقول في محل نصب؟ علماء النحو يجيبونك فيقولون لأن أصلا هذا المنادى محله النصب. إزاي؟ أصل الكلام أدعو محمدا، يعني أنت تنادي على محمد فتقول يا محمد، أصلها قبل أداة النداء تقول أدعو محمدا، يعني أستدعيه أناديه أدعو محمدا. فلما تعرب محمدا هنا في أدعو محمدا تكون مفعول به منصوب. إذن هذه الكلمة التي جاءت بعد أدعو مفعول به منصوب، المحل ده النصب. فلما أزيل كلمة أدعو ونأتي بأداة النداء فنقول يا محمد وعليها ضمة ونقول مبنية على الضم، لابد أن نذكر بعدها في محل نصب، لأن محلها أصلا كان الإيه؟ كان النصب. خد بالك دي توطئة قبل أن نبدأ. طيب المنادى، المنادى ما هو المنادى؟ المنادى هو اسم يذكر بعد أداة النداء لتنبيهه أو استدعائه. يعني إذن أنا عندي الأمر ده أو الأسلوب ده بيتكون من إيه؟ من أداة نداء ومن منادى. أداة نداء ومنادى، وهنعرف ده بالتفصيل. إذن زيتونة الموضوع، خلاصة الموضوع الذي يشرح هذا الموضوع من أجله إيه؟ هو المنادى، اللي هو الكلمة التي تأتي بعد أداة النداء. يعني إذا أنت استطعت أن تعرب ما بعد أداة النداء أنت كده فهمت الموضوع، كده فهم الموضوع، انتهى، وضعت المنادى في جيبك. إذن هناك أداة نداء وهناك منادى يذكر بعد أداة النداء لتنبيهه أو استدعائه. يبقى نتكلم الأول عن إيه؟ عن أداة النداء ثم ننتقل إلى المنادى وأحكامه وأنواعه.
أداة النداء. أولا أدوات النداء كام؟ 5 أدوات. أدوات النداء 5 أدوات، 2 للقريب و2 للبعيد و1 للقريب والإيه والبعيد. أولا أدوات النداء التي للقريب، الهمزة وأي. أدوات النداء التي للبعيد، أيا وهيا. حينما تنادي على أحد بعيد تقول أيا فلان، هيا فلان. يبقى إذن عندي 2 من الأدوات للقريب و2 للبعيد. الاثنين القريب أي والهمزة، للبعيد أيا وهيا. طيب الأداة التي تستخدم للبعيد وللقريب هي يا، وأداة النداء يا استخدامها بيكون بنسبة 95% من أعمال النداء كلها. طب والخمسة الباقية، 5% الباقية لباقي الأدوات. يليها مباشرة في الاستعمال أي ثم الهمزة بعد ذلك. يبقى إذن الأداة المشهورة جدا في الاستخدام هي يا. يا أداة النداء الرسمية التي تستخدم للقريب وللإيه وللبعيد. يبقى إذن عرفنا أدوات النداء. طب لما أحب أعرف أداة النداء يا، يا أداة نداء مبنية على السكون لا محل لها من الإيه من الإعراب. يبقى أدوات النداء ملهاش محل من الإيه، عشان تاخد بالك بس وانت ماشي معايا عشان نشتبك في الموضوع مباشرة. فإذا تحدثنا عن المنادى اللي هو بيكون بعد أداة الإيه، بعد أداة النداء، سنجد أن المنادى له حكم وله نوع. يبقى عندي أحكام المنادى أو حكم المنادى كام حكم؟ 2. طب وأنواع المنادى كام؟ 5 أنواع. احفظ ده جيدا، افهم هذا جيدا. يبقى عندي حكم المنادى كام حكم؟ 2 فقط لا غير. طب أنواع المنادى كام؟ 5. يلا نبدأ على حكم المنادى كده. حكم المنادى إما أن يكون معرب وإما أن يكون مبني. يبقى إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. ده مين؟ ده حكم الإيه؟ المنادى. لأنه بيأتي لك في الامتحان يذكر لك قطعة كده ويقول لك استخرج من القطعة منادا وبين حكمه، وأعربه وبين حكمه. فأنت هتأتي بالمناد، هتعرب المناد. طب حكمه إيه؟ لو كان معرب من الثلاثة دول، المضاف أو الشبيه بالمضاف أو النكرة، تقول عليه حكمه معرب. طيب لو كان نكرة مقصودة أو علم مفرد هتقول حكمه إيه؟ مبني. إذن حكم المنادى لما يتكلم عنه يبقى يقصد إيه؟ يقصد إنك تحدد له هل هو معرب ولا مبني. وهنعرف ده وإحنا شغالين، لا تستعجل على نفسك، سنعرف هذا كله بالتفصيل، كله بالتفصيل. طيب يبقى إذن المنادى حكمه إما معرب أو إيه؟ أو مبني. طيب المعرب بينقسم لإيه؟ ينقسم إلى المضاف، الشبيه بالمضاف، النكرة غير الإيه؟ المقصودة. يبقى إذن المعرب 3، مضاف، شبيه بالمضاف، نكرة غير مقصودة. طب والمبني بينقسم ليه؟ المبني بينقسم إلى نكرة مقصودة وعلم مفرد، نكرة مقصودة وعلم مفرد. يعني المبني 2 والمعرب 3، يبقى كل الأنواع كام؟ 5. فلما يسألني عن أنواع المنادى اللي هي كام؟ اللي هي 5، ماذا أجيبه؟ أنواع المنادى إما أن يكون مضاف أو شبيه بالمضاف أو نكرة غير مقصودة أو نكرة مقصودة أو علم إيه؟ علم مفرد. يبقى إذن أنا عندي الحكم معرب تحته 3، أو مبني تحته كام؟ تحته 2. طيب تعال نفهم مع بعض كده ونمسك أول واحد وهو المنادى المضاف. بس ناخد فكرة عنهم كده، إن المنادى المضاف ده بيكون كلمتين، الأولى منهم هي المنادى، والشبيه بالمضاف أيضا بيكون كلمتين مرتبطين ببعض أيضا، لكن الأولى منهم هي الإيه؟ هي المنادى أيضا. أما النكرة غير المقصودة والنكرة المقصودة والعلم المفرد ده بيكون كلمة إيه؟ كلمة واحدة. يلا عشان ناخد بالنا في الأول كده، نبدأ بإيه؟ نبدأ بالمنادى المضاف. والمنادى المضاف من علاماته اللي تاخد بالك منها تعرف تطلعه إزاي؟ أن المنادى المضاف أولا بيكون مضاف ومضاف إليه، الكلمة اللي هي المضاف دي بتعرب منادى. طب والتانية مضاف إليه. طيب له علامات أعرفه أخد بالي منه أميزه إزاي؟ قلنا تميزه بأنه يخلو من التنوين والنون. يعني المنادى المضاف خالي من التنوين، خالي من النون، ما فيهوش نون ولا تنوين. إزاي؟
يعني أقول يا طالب العلم اجتهد مثلا. يا أداة نداء مبني على السكون لا محل له من الإيه؟ من الإعراب. يا طالب منادى ماله؟ منادى منصوب بالفتحة. طب ليه قلنا منصوب بالفتحة؟ ما احنا لسه من شوية ذكرنا في مفتاح الإعراب أن المفرد وجمع التكسير علامة نصبه تكون الإيه؟ الفتحة. يعني يرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجر بالكسرة. اللي يلزمنا هنا إيه؟ في حالة النصب الفتحة. يبقى هنا منادى منصوب بالإيه؟ بالفتحة. طب نوعه إيه؟ نوعه مضاف. نوعه مضاف. طب والعلم مضاف إيه؟ مضاف إليه. طب مثال تاني، يا طلاب العلم، يا أداة نداء. طيب وطلاب؟ شوف لي كلمة طلاب دي نوعها إيه؟ هل هي مفرد؟ هل هي جمع تكسير؟ مذكر سالم؟ مؤنث سالم؟ إيه نوعها؟ فتجد أنها جمع تكسير. طب يلا نعربها كده. طلاب منادى منصوب بالفتحة. منادى منصوب وعلامة نصبه إيه؟ الفتحة. طيب نوعه؟ نوعه منادى مضاف. طب والعلم مضاف إليه. تعال نشوف، لاحظنا هنا إيه؟ إن كلمة طالب ما فيهاش تنوين، لأن المضاف ما فيهوش تنوين، يخلو من التنوين. كلمة طلاب ما فيهاش تنوين أيضا. طيب تعال معي لكلمة يا طالبي. أول ما أقول طالبي يبقى تعرف إنها إيه؟ مثنى. طيب لو ما تأكدتش وتلخبطت هل هي مثنى، ما هي كلمة طالبي وكلمة طالبي الاثنين بتتكتب زي بعضها، طب دي مثنى ولا جمع؟ يبينها ما بعده فنقول يا طالبي العلم اجتهدا، يبقى تظهر انها مثنى مباشرة. طب لما اقول يا طالبي العلم اقول ايه؟ اجتهدوا، تظهر على طول ان دي مثنى ولا ايه؟ ولا جمع مذكر سالم. طيب يلا نشوف كده، يا طالبي العلم اجتهدا. طالبي دي أصلها طالبين. طب وأين ذهبت النون؟ حذفت النون للإضافة، زي ما حذف التنوين في كلمة طالب للإضافة، زي ما حذف التنوين في كلمة طلاب للإضافة، حذفت النون في طالبي للإيه أيضا؟ للإضافة. يبقى أصلها كان يا طالبين العلم، لكن طالبين أضيفت للعلم فحذفت النون للإيه؟ للإضافة. فأقول عليها يا أداة نداء طالبي منادى منصوب وعلامة نصبه الإيه؟ الياء، طبعا لأنه إيه؟ لأنه مثنى. طيب نوعه منادى مضاف، العلم مضاف إليه، إلى آخر الإيه؟ الإعرابات. طيب هنا لما أقول يا طالبي قلتها مثنى، طب يلا نقول يا طالبي العلم اجتهدوا. طالبي هنا هتكون إيه؟ هتكون جمع. أقول أصلها يا طالبين العلم، المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، فهنا يعني منصوب وعلامة نصبه ليه؟ الياء. يا طالبي أصلها يا طالبين، حذفت النون للإضافة. طب نعربها إيه؟ منادى منصوب وعلامة نصبه الياء. ليه؟ لأنه جمع مذكر سالم. طب والنوع إيه؟ نوعه مضاف، منادى إيه؟ مضاف، وحذفت النون للإضافة كما قلنا. طيب ننتقل لشيء آخر، وهو كلمة طالبات. لما ندي عليها طالبات دي إيه؟ جمع مؤنث سالم، يعني يا طالبات العلم اجتهدن. يا طالبات العلم اجتهدن، لا شكلها عشان نعرف، يا طالباتي العلم اجتهدن. طالباتي هنا تحتها كسرة. ليه؟ ده المنادى المضاف منصوب. أيوة، ما هو منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الايه؟ عن الفتحة. يبقى يا أداة نداء وطالبات منادى منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالما، وجمع المؤنث السالم ماله؟ ينصب في حالة النصب، خد بالك، ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. طب حينما يجر بالكسرة، احنا لا 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 مجال هنا للايه؟ للجر، لكن هنا المجال للنصب. يبقى طالبات منادى منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، والعلم مضاف إليه. طيب يلا نشوف اسم من الأسماء الخمسة وإحنا بننادي عليه بيظهر إزاي. طبعا إحنا شغالين في المضاف، والمضاف يلازم النصب، المنادى المضاف واجب النصب كما قرر النحاة. طيب هنا يا ذا العلم تواضع، يا ذا، يا أداة نداء. طب وذا؟ ذا ده اسم من الأسماء الإيه؟
الخمسة، والأسماء الخمسة ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء. طب هي هنا مالها؟ منصوبة. يبقى هنا كلمة ذا منادى منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الإيه؟ الخمسة. طيب نوعه إيه؟ نوعه مضاف. طب والعلم مضاف إليه؟ خد بالك أنا بكرر لك تشابه في الأمثلة عشان يكون سهل عليك الفهم. طيب تعالى لمواضع الامتحانات، الأسئلة اللي بتأتي في الامتحانات وبتعجز بعض الطلبة، أما الطالب الفائق المذاكر خلاص ولا يهمه أي شيء، بيفرح برؤية هذه الأسئلة. لما أقول يا بني استمع، يا بني مصر، ما الفرق بينهما؟ النهاردة الطالبة التي أجابت على هذا السؤال لها مني كل التحية والتقدير. لما أقول يا بني، بني دي تصغير لابن، بني تصغير لإيه؟ لابن. وأنا هنا قمت بالنداء على الابن فقلت يا بني يا، يبقى أنا أضفت الابن لياء الإيه؟ المتكلم. الله، يبقى ده مضاف. طب يبقى هنا ماله؟ يبقى ده منادى مضاف مبني على الإيه؟ منادى مضاف منصوب بالإيه؟ بالفتحة، والياء دي ضمير مبني في محل جر مضاف إيه؟ مضاف إليه. طيب يلا نشوف يا بني، يا بني دي أصلها يا بنين والنون حذفت للإضافة. طب يكون منصوب وعلامة نصبه إيه؟ وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر إيه؟ سالم. أصلها يا بنين مصر والنون حذفت للإضافة فقلت يا بني مصر معايا، ومصر طبعا مضاف إليه. خد بالك من دي مهمة قمة الأهمية، يا بني ويا بني مصر، يا بني استمع للكلام ويا بني مصر صونوا لها حقها مثلا. هنا المثال اللي بعد كده وده هتجد له شبيه أو له مثيل أو نظير في الدرس الأول اللي هو عباد الرحمن معايا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان إيه؟ غرامة. ربنا ده منادى حذفت أداته، طب نوعه إيه؟ منادى مضاف واجب النصب. رب منادى منصوب بالفتحة، والنا ضمير مبني في محل جر مضاف إيه؟ إليه. هنا ربنا اغفر لنا، الله ده لم يقل يا ربنا. طب فين أداة النداء؟ حذفت. هو أداة النداء ينفع تحذف؟ أيوة، يجوز حذف أداة النداء كما قال تعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. يعني هنا إيه؟ يوسف يعني يا يوسف. طيب هنا ربنا اغفر لنا يعني يا ربنا اغفر لنا، ولكن أداة النداء حذفت. طب ربنا دي ايه؟ ده منادى مضاف، منادى مضاف. رب لوحدها منادى منصوب بالفتحة، طب والناء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طيب شباب مصر بتأتي في الامتحانات، خلي بالك شباب مصر دي، شباب مصر، شباب منادى منصوب بالفتحة ومصر مضاف إليه. طب ايه اللي خلاك تحطها في النداء؟ اصلها دي منادى حذفت ايه؟ اداته. اصل الكلام يا شباب مصر، يبقى اذا ده المنادى الايه؟ المضاف. طيب عرفناه ان من علاماته انه بيكون كلمتين مع بعض مضاف ومضاف اليه، وانها المنادى اللي هو الكلمة الاولى تخلو من التنوين وتخلو من النون. طيب عرفنا المنادى المضاف كده، خشلنا في واحد تاني تكلم عن نوع تاني، النوع الثاني مباشرة من المعرب أيضا. أهو ده المعرب، أول شيء في المعرب إيه؟ المنادى المضاف اللي حكمه معرب. ده كم شيء؟ ثلاثة، مضاف شبيه بالمضاف نكرة غير مقصودة. إحنا ذكرنا المضاف، هنذكر إيه بعد كده؟ الشبيه بالمضاف، يعني كلمتين مرتبطين ببعض زي ما يكون مضاف بس مش مضاف. ليه؟ لأنه في تنوين، والتنوين لا يمكن يتفق مع الايه؟ مع المضاف والمضاف اليه. اذا وجد المضاف يحذف التنوين مباشرة وتحذف النون مباشرة، لكن هنا التنوين مثبت موجود، النون مثبتة وموجودة. طيب وانت داخل في الشبيه بالمضاف كده مش تعرفنا يعني ايه شبيه بالمضاف الاول؟ قلت لك هو كلمتين يشبهوا المضاف لكنهم ليسوا ايه؟ ليسوا بمضاف. طب اعرفوا ازاي برضو؟ ده الناس عمالة تشرحه كده وخلاص ومش عارفينه، وفي الكتب ومش عارفينه.
تعال أعطيك هدية النهاردة لن تجدها إلا على هذه المنصة، لن تجدها بفضل الله تعالى في الشبيه بالمضاف إلا على هذه المنصة. تجدها في أمهات الكتب لكن لن تجدها مشروحة مزللة للطالب مهيئة للطالب إلا على هذه المنصة. الشبيه بالمضاف إيه؟ بص، خمس أنواع لا سادس لهما. منهم نوع هو الأساسي واللي كل الناس شغالة بيه، لكن في أربعة تانيين ممكن يأتي لك في الامتحان، فتاخد بالك فتكون عارف المنادى الشبيه بالمضاف وتضعه في جيبك. تعال معايا كده، أول شيء في الشبيه بالمضاف أن يكون ما بعد المنادى جار ومجرور، يكون بعده جار ومجرور. طيب بص معايا كده، يا طالبا، أولا في التنوين خد بالك، يبقى ما ينفعش يكون مضاف، يبقى شبيه بليه بالمضاف. طب إيه اللي عرفني أنه شبيه بالمضاف؟ أن بعده للعلم جار ومجرور. يبقى أول علامة من علاماته أنه يعقبه إيه؟ جار وإيه؟ ومجرور. تعال شوف معايا، عشان هيعقبه أشياء تانية. هيأتي بعده بعد المناد، يأتي بعده مرفوعا بالمناد، يأتي بعده منصوبا بالمناد، يأتي بعده معطوفا على المناد، يأتي بعده نعتا للمناد. خمس أنواع أهم. يبقى إما أن يأتي بعده جار ومجرور، وإما أن يأتي بعده اسم مرفوع بالمنادة، أو يأتي بعده منصوب بالمنادة، أو يأتي بعده معطوف على المنادة، أو يأتي بعده نعت للإيه؟ للمنادة. مفيش غير كده في الشبيه بالإيه؟ بالمضاف. هو ده الشبيه بالمضاف. لو عرفت دول خلص، مفيش في الدنيا شبيه بالمضاف غير اللي هنا كده، غير العناوين التي ذكرتها هذا، والأمثلة تتكرر وتزيد وتضيق عادي. يبقى إذن يا طالبا للعلم، طالبا منادى منصوب بالفتحة، نوعه شبيه بالمضاف. إيه اللي عرفك إنه شبيه بالمضاف؟ بعد منه جار وإيه؟ ومجرور. طيب يا طلابا للعلم، يا أداة نداء، طب وطلابا؟ منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، نوعه شبيه بالمضاف. إيه اللي عرفني إنه شبيه بالمضاف؟ بعده جار ومجرور. طب يا طالبين، الله، استنى هنا، لاحظ إن النون إيه؟ النون مثبتة، يا طالبين للعلم. شوف هنا كنا بنقول في المضاف إيه؟ يا طالبي العلم، حذفت النون للإضافة، لكن هنا النون أثبتت. يبقى إذن يا طالبين ده منادى منصوب وعلامة نصبه الياء، نوعه شبيه بالمضاف. إيه اللي عرفك إنه شبيه بالمضاف؟ بعده جر وإيه؟ ومجرور. طيب يا طالبين، خد بالك يا طالبين دي مثنى، يا طالبين للعلم ده إيه؟ ده جمع مذكر إيه؟ سالم. يا طالبين للعلم اجتهدوا، مثلا فين المنادى؟ يا طالبين، كلمة طالبين دي منادى، منادى ماله؟ منصوب وعلامة نصبه الياء. يبقى إذا ذكرنا هنا أيضا في اللي فاتت منصوب وعلامة، يا طالبين للعلم، طالبين منادى منصوب وعلامة نصبه الياء. إيه اللي عرفني إنه شبيه بالمضاف؟ أن بعده جر ومجرور. هنا يا طالبين للعلم أيضا منادى منصوب وعلامة نصبه الياء، نوعه شبيه بالمضاف. إيه اللي عرفني إنه شبيه بالمضاف؟ بعده جر ومجرور. طيب تعالى هنا لما نأتي بجمع المؤنث الياء السالم، يا طالبات، خد بالك التنوين أهو، هنا النون وجدت، هنا النون وجدت، هنا التنوين، هنا التنوين، هنا أيضا في طالبات التنوين مثبت. يبقى يا طالبات للعلم اجتهدن، فين المنادى؟ طالبات ماله؟ منادى منصوب وعلامة نصبه الإيه؟ الكسرة. طيب وفي تنوين؟ أيوة فيه التنوين. طيب ده نوعه إيه؟ شبيه بالمضاف، شبيه بالإيه؟ بالمضاف. طب إيه اللي عرفني إنه منادى شبيه بالمضاف؟ أن بعده جر وإيه؟ ومجرور. طب ما تعرفني كده، هو ليه منصوب وعلامة نصبه الإيه؟ الكسرة. لأنه جمع مذكر، جمع مؤنث إيه؟ سالم. وجمع المؤنث السالم كما قلنا في مفتاح الإعراب ينصب بالكسرة نيابة عن الإيه؟ عن الفتحة. يبقى تاني، يا أداة نداء، طالبات، منادى منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث إيه؟ سالم. طيب نوعه شبيه بالمضاف. إيه اللي عرفني إنه شبيه بالمضاف؟ أن بعده جار وإيه؟ ومجرور. كده خلصنا أمثلة تجعلك تفهم تماما
الحالة بتاعت الشبيه بالمضاف الأولى اللي هي إيه؟ أنه يأتي بعده جار وإيه؟ ومجرور. طب تعال شوف الحالة التانية من الخمسة بتوع الشبيه بالمضاف، أنه يأتي بعده مرفوعا بالمناد، يعني بيكون بعده كلمة مرفوعة بالمناد. مثال عشان أفهم، يا واسعا، دي كلمة منصوبة هو يبقى ده المناد. بعدها إيه؟ اسمع، يا واسعا سلطانه، سلطانه، يبقى كلمة سلطانه دي مرفوعة بالمنادى. طيب تعالى كده اعرب لي المنادى، فين المنادى؟ كلمة واسعا ماله؟ منادى منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة. نوعه شبيه بالمضاف. ايه اللي عرفك انه شبيه بالمضاف؟ انه اتى بعده مرفوعا ايه؟ به. ومش هنستطرد في هذا كثيرا. طب اللي بعده، الرقم اللي بعده رقم ثلاثة من الحالات، أن يأتي بعده منصوبا بالمنادى، يعني المنادى أهو يكون بعده كلمة منصوبة وسبب نصبها الإيه؟ المنادى نفسه. مثل إيه؟ اسمع، يا آكلا، آكلا إيه؟ مال اليتيم. يبقى فين المنادى؟ آكلا ماله؟ منادى منصوب وعلامة نصبه الإيه؟ الفتحة. ومنون يبقى مش مضاف، شبيه بالإيه؟ بالمضاف. طب وإيه اللي عرفني إنه شبيه بالمضاف؟ أن بعده منصوبا به كلمة مال اليتيم. اتأكد من دي أكتر في مثال دائما يأتي ودائما مشهور جدا في الشبيه المضاف، إيه؟ يا رافعا، سيدنا عمر بقى، يا رافعا راية الشورى. يا أداة نداء، رافعا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، منادى منصوب وعلامة نصبه ليه؟ الفتحة. نوعه شبيه بالمضاف. إيه اللي عرفك إنه شبيه بالمضاف؟ أن بعده منصوبا به، مين اللي منصوب به؟ راية، راية. يا رافعا، رافعا إيه؟ راية العلم. معايا؟ طيب، أن يكون بعده معطوفا على المنادى، ودي كنا بنستغرب دائما لكن بدأت تستعمل هذه الأيام. لما تذهب مثلا في بنك أو في مكان معين وتجلس تنتظر دورك، فيبدأ ينادي عليك، رقم كام؟ 51، 37، 27، يا فلان، يا فلان، يا رقم كذا، يا فلان، يا 37. كنا بنستغرب، علماءنا لم يتركوا شيء. فهنا إذا كان بعد المنادى معطوفا على الإيه؟ على كلمة معطوفة على المنادى، زي إيه؟ زي لما تنادي على، تقول يا 27 مثلا، يا 27، واحد رقمه 27، فأنت بتنادي عليه مش باسمه ولكن برقمه، فتقول يا 27، أو واحد اسمه 27، هنعمل إيه؟ طب يبقى هنا يا 27، يا 7، يبقى 7 دي إيه؟ منادى إيه؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة، نوعه شبيه بالمضاف. إيه اللي عرفك إنه شبيه بالمضاف؟ أن بعده معطوفا عليه وعشرين، يا 27 بعده معطوفا عليه. طب الحالة الخامسة والأخيرة من حالات الشبيه بالمضاف إيه؟ أن يكون بعده نعتا للمناد، يعني بعده نعت لي، وصف لي. أن تقول مثلا يا رجلا، يا أداة نداء، طب ورجلا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب ولاحظ معي كده فيه التنوين، يبقى مش مضاف، ده شبيه بالمضاف. طب وإيه اللي عرفك وأكد لك أنه شبيه بالمضاف؟ أن بعده نعتا له، يا رجلا غريبا، أقبل يا رجلا إيه؟ غريبا. كلمة غريبا دي نعت الكلمة إيه؟ رجل. المنادى رجل، يا رجلا غريبا، رجلا منادى منصوب بالفتحة وشبيه بالمضاف. إيه اللي عرفني شبيه بالمضاف؟ أن بعده نعتا له، يا رجلا، النعت بتاع هذا الرجل إيه؟ أنه رجل غريب، يا رجلا غريبا أقبل. ده الشبيه بالمضاف. نلم كده الشبيه بالمضاف تاني، يبقى أن يكون ده أشهر شيء وبيأتي بنسبة 90% وال10% الباقية للأربعة التانيين دول. يبقى هنا الشبيه بالمضاف يأتي بعده جار ومجرور، مثل يا طالبا للعلم، أو يأتي بعده مرفوعا به، يا واسعا سلطانه، أو يأتي بعده منصوبا به، يا آكلا مال اليتيم، يا رافعا راية الشورى، أو يأتي بعده معطوفا على المنادى، يا 27، أو يأتي بعده نعتا للمنادى، يا رجلا غريبا أقبل، وهكذا. لاحظ معي إن المضاف والشبيه بالمضاف بيكون كام؟ بيكون كلمتين. مين منهم اللي بتتعرب؟ منادى الكلمة الأولى. طب والتانية بتتمم معناها، دي كده بتكون مضاف إليه، ودي كده بتتمم معناها لكن ليست مضاف إيه؟ إليه. خدنا بالنا كده من المضاف والشبيه بالمضاف. طيب المضاف والشبيه بالمضاف
اعرابهم ايه؟ يعرب ينصب ب. كل دول اللي هو المنادى المعرب ده نسيت اذكر لك اعرابه، ينصب بالفتحه او ما ينوب عنها، ينصب بالفتحه او ما ينوب عنها. ده مين؟ ده المنادى المعرب اللي هو التلات انواع دول. طب والمنادى المبني اللي هو المقصوده والعلم بيتعرب ازاي؟ كيف يعرب؟ يرفع يبنى على ما يرفع به، يعني لو بيرفع بالضم اقول مبني على الضم، لو بيرفع بالواو اقول مبني على الواو، لو بيرفع بالالف اقول مبني على الايه؟ على الالف. نعود تاني مره تانيه عشان ناخد بالنا. يبقى المعرب كان المعرب مضاف شبيه بالمضاف نكره غير مقصوده. شرحنا مين؟ شرحنا المضاف وشرحنا الشبيه بالمضاف، وذكرنا انهم بيكونوا كلمتين. طب هنا الاولى منهم طبعا بتكون هي الايه؟ المنادى. هنا الثالث من المعرب ايه؟ ان يكون المنادى نكره غير مقصوده. وهنا سيظهر سؤال، ما الفرق بين النكره المقصوده والنكره غير المقصوده؟ خد بالك معايا في الكلام ده عشان دي مهمه، من اهم الاشياء انك ازاي تفرق بين المضاف والشبيه المضاف، وكيف تفرق بين النكره المقصوده والنكره الغير مقصوده والنكره الايه؟ المقصوده. اولا انا لما اقف في ميدان فيه سيارات كثيره واقول يا سائقا قف، يا سائقا قف، انا اقصد حد معين؟ لا، انا اقصد اي سائق. ايه اللي عرفني؟ ده ضميري، ضمير الناس. طب انا عايز دليل واضح. الدليل انها تكون منصوبه. لو انت بتنادي على نكره ومنصوبه يبقى دي ايه؟ غير مقصوده. طب لو ناديت على النكره بس كانت تبنى على ما ترفع به، يعني مرفوعه شبه المرفوع كده، يبقى اذا النكره ايه؟ مقصوده. يبقى لو قلت يا سائقا نكره غير مقصوده، يا سائق قف، انت راكب مع سائق معين فقلت يا سائق قف، تقصد سائق معين تريد منه الوقوف، حدد، دللت على معين. وايه اكد لك اكتر؟ انك رفعتها، بنيتها على ما ترفع به، فتقول يا سائق قف، يبقى ده على طول وانت مغمض ده نكره ايه؟ مقصوده. لا، وضح لي اكتر الفرق بينهم، الفرق بينهم. تعال نشوف كده، لو قلت يا طبيبا تبقى غير مقصودة، يا طبيب مقصودة، يا رجلا غير مقصودة، يا رجل مقصودة، يا معلما غير مقصودة، يا معلم مقصودة، وهكذا وانت ماشي كده. يبقى من علامتها ايضا لو كانت الكلمة منصوبة تكون نكرة غير مقصودة، لو كانت الكلمة تبنى على ما ترفع به يعني شكلها كده مرفوعة يبقى الكلمة نكرة مقصودة. تعال اتأكد معايا من الكلام ده. اولا النكرة غير المقصودة بتكون كلمة واحدة ولكن منصوبة. طب والنكرة المقصودة بتكون كلمة واحدة مبنية على ما ترفع ايه؟ به، كلمة واحدة. خد بالك ليه كلمة واحدة ذكرنا هنا؟ لان دي كلمتين ودي كلمتين، المضاف كلمتين والشبيه بالمضاف ايه؟ كلمتين. خد بالك. لكن النكرة اللي هي منصوبة ايضا تكون كلمة واحدة منصوبة. لا، اديني مثال. حاضر، يا سائقا قف. لاحظ كده، يا سائقا مالها؟ منصوبة اهي. اوعى تقول عليها نكرة مقصودة، ده دي نكرة غير ايه؟ اللي منصوبة دي كلها بتكون غير مقصودة. يبقى يا سائقا قف ده ايه؟ منادى، منادى ماله؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة، نوعه نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة. ولاحظ دايما النكرة المقصودة والغير مقصودة بيأتي بعدهم غالبا يعني فعل أمر. يا سائق قف، يا طبيبا ساعد المرضى، يا طبيب ساعد المرضى. معايا؟ غير دي، غير الشبيه بالمضاف، ما هو بيكون منصوب ايضا، بس خد بالك الفرق. الشبيه بالمضاف بيكون كلمتين، كلمتين، ما هو اصل ده بيكون فيه التنوين ايضا وفيه النون. طب ما هو ده فيه التنوين وفيه النون، ليه ده شبيه بالمضاف وده نكره غير مقصوده؟ خد بالك ان الشبيه بالمضاف يختلف عن النكره الغير مقصوده، ان ده بيكون كلمتين. لاحظ، يا طالبا للعلم، كلمة مرتبطة بها بتتمم معناها، إما جار ومجرور، وإما مرفوعا بالمنادى، منصوبا بالمنادى، معطوفا على المنادى، نعتا للمنادى. واخد بالك؟ دي مش زيها، دي بتكون كلمة واحدة منفصلة عن اللي بعدها، لأن اللي بعدها غالبا يكون فعل أمر. يا سائقا قف،
سائقا منادى منصوب بالفتحة لأنه نكرة غير مقصودة. يا طبيبا ساعد المرضى منادى منصوب بالفتحة لأنه نكرة غير إيه؟ غير مقصودة. يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا، رجلا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، نوعه نكرة غير مقصودة. طب يا بائعيني مثنى، خد بالك يا بائعيني لا تختلفا، يا بائعيني ها منادى ايه؟ منادى منصوب وعلامة نصبه الياء، نوعه نكرة غير مقصودة، ولاحظ التنوين موجودة فيه وعرفنا الفرق بينه وبين الشبيه. طب هنا يا عاملين اتقوا الله، يا عاملين جمع مذكر ايه؟ سالم. يا عاملين اتقوا الله في اعمالكم مثلا، يا عاملين ده جمع مذكر سالم، طب اعربه ايه؟ اقول عليه منادى منصوب وعلامه نصبه الياء، ليه؟ لانه نكره غير مقصوده. طب يا طالبات، لاحظ التنوين، شوف خد بالك هنا يا طالبات وهنا ايضا كانت يا طالبات راحت فين اهي؟ بص ده شبيه بمضاف يا طالبات وهنا نكرة غير مقصودة يا طالبات. الله، طب ازاي انت حددت ده شبيه وده غير مقصودة؟ اذكر خد بالك معايا كده، يا طالبات للعلم، دي كلمتين بعدها كلمة تتمم معناها، يبقى مش كلمة واحدة كلمتين، الاولى منهم هي اللي ايه؟ هي التي منادى شبيه بالايه؟ بالمضاف. طب وهنا يا طالبات اجتهد، لا طالبات دي كلمة واحدة، يبقى يختلف النكرة الغير مقصودة وهي منصوبة وفيها التنوين عن الشبيه بالمضاف وهو منصوب وفيه التنوين، ان دي بتكون كلمتين ودي بتكون كلمة ايه؟ واحدة، خد بالك. ودي بعدها علامات واضحة، خمس اشياء واضحة جدا، هذه بعدها غالبا اما امر او نهي. طيب هنا يا طالبات اجتهدن، اجتهدن طالبات ايه؟ منادى منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث إيه؟ سالم. طيب ونوعه نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة. طيب هنا يا عمالا اجتهدوا، عمالا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، منادى منصوب وعلامة نصبه إيه؟ الفتحة، نوعه نكرة غير مقصودة. عرفنا كده؟ إذن كده خلصنا مين؟ انتهينا من ايه؟ من المنادى اللي حكمه معرب كله، كم شيء؟ ثلاثة، المضاف، الشبيه بالمضاف، النكرة غير المقصودة. طيب يلا نسيب دول، وذكرنا ان المنادى اللي حكمه معرب بيعرب ايه؟ ينصب بالفتحة او ما ينوب عنها، وهو ثلاثة انواع، مضاف، شبيه بالمضاف، نكرة غير مقصودة. يعني ايه الفتحة؟ هو يا طالب العلمي، او ده منصوب بالفتحه. طب ايه ما ينوب عنها؟ ما ينوب عنها اما الايه؟ اما الياء في المثنى وجمع المذكر السالم، واما الكسره في ايه؟ في جمع المؤنث السالم، واما الالف في الاسماء الايه؟ الخمسه. دي ما ينوب عنها، دي العلامات الفرعيه بتاعه الايه؟ الفتحه. طيب ركز معي كده، يلا ندخل على مين؟ على المنادى اللي حكمه مبني، مش ده الحكم هنا معرب وذكرنا ان تحته ثلاث انواع، هنا المبني وتحته نوعين اهو اهو، اللي هو النكرة المقصودة والعلم الايه؟ المفرد. تعال شوف النكرة المقصودة تختلف ايه عن النكرة الغير مقصودة. بص كده، يا سائقا قف، هنا يا سائق قف، يعني دي دايما بتكون منصوبة ودي بتكون ايه؟ مرفوعة. نفس الشيء اللي يختلف بينهم ان دي طبعا هتقول لي ما دل على معين وده دل على غير معين، ما في ناس مش هتعرف توصل بكده. طب يوصلوا بايه؟ بالمبنى، مبنى الكلمة، شكلها، دي شكلها منصوب دي شكلها ايه؟ مرفوع، يبقى دي غير مقصودة ودي ايه؟ مقصودة. او يا سائقا قف، يا سائق قف، يا طبيبا، يا طبيب، يا رجلا، نكرة غير مقصودة، يا رجل مقصودة، يا بائعين لا تختلف، هنا يا بائعان بالالف، هنا مبنية على ليه؟ على الالف. ليه؟ لان المبني يبنى على ما يرفع ايه؟ به. فلما اقول يا سائق قف، يا سائق منادى مبني على الضم، نوعه نكرة مقصودة، يا طبيب منادى مبني على الضم، نوعه نكرة مقصودة، يا رجل خذ بيدي، رجل اعربها ايه؟ منادى مبني على الضم، نوعه نكرة مقصودة، يا بائعان،
يا بائعان لا تحتكرا السلعة. أنا داخل السوق فوجدت 2 بائعين بيعملوا إيه؟ بيحتكروا ليه؟ السلعة. عملية الاحتكار اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا بائعان، أنا أقصد 2 أهو، يبقى نكرة مقصود. يا بائعان لا تحتكرا السلعة. بائعان هنا إيه؟ منادى، منادى مبني على الألف، يعني مثنى طبعا، منادى مبني على الألف، نوعه نكرة مقصودة. هنا يا عاملون، يا عاملون، كلمة عاملون دي إيه؟ منادى مبني على الواو، لأنه جمع مذكر إيه؟ سالم، نوعه نكرة مقصودة. يا طالبات، إحنا ذكرنا إن جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة ينصب بالكسرة نيابة عن فتحة، يجر بالكسرة. هنا هو مرفوع أو يبنى على ما يرفع به، فهنا طالبات منادى مبني على الإيه؟ على الضم. ليه؟ لأنه جمع مذكر إيه؟ سالما، نوعه نكرة إيه؟ مقصودة. يا عمال، ده جمع تكسير، خد بالك. يا عمال، فين المنادى؟ يا عم، كلمة عمال، منادى ماله؟ مبني على الضم، نوعه نكرة إيه؟ مقصودة. خد ما أذكره لك، النكرة المقصودة بيذكر تحتها من المنادى المحلى بأل أو نداء ما فيه أل، لمين؟ يا أيها ويا أيتها. طب ودول هنشرحهم الآن؟ لا، نداء ما فيه أل هسيبه لوحده كده لخصوصية. أمال أنت ذاكره هنا ليه؟ أنا ذاكره هنا عشان أوضح لك شيء تاخد بالك منه، أن نداء ما فيه أل ما يبدأ بيا أيها ويا أيتها بيكون تحت الإيه؟ النكرة المقصودة. ولما أعرب هوضح لك، بس عشان ما نطولش الأمر، وده يستحق الاهتمام عشان تفهمه، ما يكونش في الزحمة دي فما تفهموش يقع منك يعني. فهنا يا أيها ويا أيتها، ها لو حبينا نحط له نوع، اوعى احذر انك تظن انه نوع لوحده. لا، هو مش نوع لوحده، هو تبع النكرة الايه؟ المقصودة. يبقى اذا يا أيها ويا أيتها من نداء ما فيه قال بنحطه فين؟ تحت النكرة المقصودة. طب هو لسه في شيء تاني من نداء ما فيه قال؟ اه طبعا. ايه؟ يا الله واللهم، بس ده بنحطه تحت مين؟ تحت العلم المفرد. يبقى اذا ده بنحطه تحت العلم المفرد، يا الله واللهم، ويا ايها ويا ايتها بنحطه تحت مين؟ تحت النكره الايه؟ المقصوده. معايا؟ ومثلها يا هذا برضو، اي هذا، وهذه الاشياء. يبقى اذا نتحدث فنقول ان احنا اعربنا النكره الايه؟ المقصوده. ندي فرق بينها وبين الغير مقصوده، اهو دي منصوبة ودي تبنى على ما ترفع به. هنا أقول إيه؟ خد بالك عشان تقارن بينهم. هنا سائقا يبقى غير مقصود، يا سائق مقصود، يا طبيبا غير مقصودة، يا طبيب مقصودة، يا بائعيني غير مقصودة، يا بائعاني مقصودة، يا عاملين، هنا يا عاملون، يا عاملين دي غير مقصودة، يا عاملون مقصودة، يا طالبات ده غير إيه؟ غير مقصودة، يا طالبات مقصودة، هنا يا عمالا غير مقصودة، يا عمال مقصودة. يا رب تكون فهمت، يا رب تكون فهمت. طيب تعال معايا للإيه؟ للأخير، وهو العلم المفرد. العلم ده يعني إيه؟ يعني اسم شخص أو مكان. إحنا ذكرنا إن النكرة الغير مقصودة كلمة واحدة بتكون منصوبة. طب والنكرة المقصودة كلمة واحدة تبنى على ما ترفع إيه؟ به. طب والعلم المفرد؟ قال لي اسم شخص أو بلد. اسم شخص يا محمد مثلا، اسم بلد يا مكة يا مصر. معايا؟ يبقى إذن لما أقول علم يعني اسم شخص أو إيه أو بلد. علم يعني هو الشخص لما بيتولد بيكون حد عارفه؟ لا، فبيعلموه باسم معين، يسموه إبراهيم، أحمد، محمد، فأصبح علمته إبراهيم. فلما ينادوا يا إبراهيم يأتي إبراهيم، إبراهيم هنا يعرفوا أنه هو إبراهيم، أصبحت الاسم ده علم عليه، علامة له. ده معنى كلمة علم. أو بلد، البلد اللي الحيز الفلاني ده أطلقوا عليه اسم معين، حينما يتحدث أحد فين مصر يعرفوا النطاق الجغرافي اللي بيطلق عليه كلمة إيه؟ مصر. أين مكة؟ يعرف النطاق الجغرافي اللي بيطلق عليه العلامة، الاسم ده علامة له.
يبقى إذن علم يعني إيه؟ يعني اسم شخص أو بلد أو مكان. يبقى هنا تعالوا نعرب نقول إيه؟ يا نوح. نوح ده علم مفرد أهو، بيرفع بإيه؟ يرفع بالضم. يبقى هنا نقول منادى مبني على الإيه؟ على الضم. ما احنا لسه ذكرنا إنه المبني يبنى على ما يرفع به. أوعى تقول لي مرفوع بالضمة، غلط. لو قلت مرفوع بالضمة تبقى خطأ، إجابتك خاطئة. لكن تقول إيه؟ شوفوا بيرفع بيرفع بالضم، أه يبقى مبني على الإيه؟ على الضم. طب بيرفع بيه بيرفع بالألف، أه يبقى مبني على الألف. بيرفع بالواو يبقى مبني على الإيه؟ على الواو، وهكذا. طيب يا نوح، يبقى نوح منادى مبني على الضم. نوعه علم. طب حكمه مبني، خد بالك. طب يا إبراهيم، يا إبراهيم، إبراهيم تعرب إيه؟ منادى مبني على الضم، لأنه علم إيه؟ علم مفرد. منادى مبني على الضم. طيب نوعه علم، حكمه مبني. طيب يا محمد، منادى مبني على الضم أيضا، منادى مبني على الضم، نوعه علم مفرد. طيب أنا نسيت شيء؟ آه نسيت. المفروض تقول منادى مبني على الضم في محل إيه؟ نصب. ما احنا ذكرنا في الأول السبب، فخد. طب لو ما ذكرتش كلمة في محل نصب دي، هل إجابتي خطأ؟ لا لا، بس يعني لما تكمل الشيء انت طول السنة تدرسها، هتأتي عند كتابتها وتتقاعس؟ لا، كملها. لكن لو وقفت عند ذلك وقلت منادى مبني على الضم، خلاص إجابتك صحيحة وتأخذ الدرجة النهائية. لكن لو ذكرت في محل نصب يكون أتم ويكون أفضل. يبقى يا محمد منادى مبني على الضم في محل نصب، كل ده مبني على الضم في محل نصب معايا، وكل ده برضو مبني في محل ايه؟ نصب. طيب هنا يا محمدان، منادى مبني على الالف في محل نصب ايضا. يا محمدون، منادى مبني على الواو في محل نصب. نوعه علم ايه؟ علم مفرد، لانه يبنى على ما يرفع ايه؟ به. يا فاطمات ايضا منادى مبني على الضم معايا. طيب هنا ننتهي الى ايه؟ المنادى نداء ما فيه قال يا الله خذ بيدي، اللهم خذ. ده اللي هناخده هو ويا أيها ويا أيتها في حلقة لوحدهم، عشان يعني نستفيض في ذكرهم وتفهمهم أكتر، ما تفهمهمش في الزحمة دي، فيكونوا، لأن دول عايزين تركيز، إعرابهم في تفصيلات أنا عايز أوضحها لك أكتر من إيه؟ من هذا الوقت الضيق. طيب كلمة يا مصر دي تأتي كثيرا في الامتحان. يا مصر تأتي بنسبة 80% بتأتي في الامتحان. كلمة ايه؟ يا مصر. ده نداء ايه؟ اهو بلد مكان، اسم بلد او اسم مكان. يا مصر اهو منادى ماله مبني على الضم، نوعه علم مفرد. طب هنا يا مكة منادى مبني على الضم، اهو اسم بلد ايضا منادى علم. يوسف اعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا، أصلها إيه؟ يا يوسف. أين أداة النداء؟ حذفت. وهل يجوز حذف أداة النداء؟ نعم يجوز حذف أداة النداء إذا شئت لأي سبب من الأسباب. يوسف أعرض عن هذا، وهذا من القرآن الكريم، لم تذكر الأداة، وإنما عرفنا إن ده النداء. أنت لما تأتي تنادي محمد تقصد إيه؟ يا محمد، بس حذفت ليه؟ حذفت أداة النداء. هو ده المنادى. إذا نجمل الأمر، لو طلب منك حكم المنادى يعني عايز معرب ولا مبني، لو كان المنادى مضاف أو شبيه بالمضاف أو نكرة غير مقصودة، يبقى حكم دول إيه؟ معرب. طب لو كان المنادى نكرة مقصودة أو علم مفرد، حكمه إيه؟ مبني معايا. طب أنواع المنادى إيه؟ مضاف، شبيه بالمضاف، نكرة غير مقصودة، نكرة مقصودة، علم مفرد. كم نوع؟ 5 إيه؟ أنواع. وذكرنا إن المضاف والشبيه بالمضاف بيكونوا كلمتين مرتبطين ببعض ارتباط معين، لكن النكرة المقصودة، النكرة غير المقصودة، والنكرة المقصودة والعلم بيكون كلمة إيه؟ كلمة واحدة. وفرقنا بينهم، ارجع إلى ما قلته إن أردت ذلك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يعني ونستكمل المرة القادمة نداء ما فيه إيه؟ نداء ما فيه قلب التفصيل والاستفاضة، حتى تستطيع الإعراب بثقة واطمئنان. أسأل الله عز وجل
أن يكافئ المستمع والقائل، وأن يجزينا جميعا خيرا على تحصيل العلم النافع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.